السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة الثالثة اتوقع، يا الثالثة من لعبة النساس زومبي. في زومبي هنا مرة شفته، ما ادري راح يختفى. من لعبة النساس اول شيء قبل نتحرك، شكرا لكم على الدعم الرهيب للحلقة اللي راحت. من جد الحلقة اللي راحت او الحلقتين اللي راحت كان دعم مرة خرافي، مرة اسطوري الدعم، ما ادري ليش لكن الدعم مره خرافي. انا عارف كثير عجبت كل لعبه، فانا مره مبسوط ان عجبت كل لعبه، مره جد مبسوط. في تعليق مره مهم قال فايز اكسر هذا، اي والله يمديني اكسره، يقول حطه ببيتك. لا انا ما ابغى اسرق، ما ابغى اكون سروق، فخلنا نرجعه. يا خلنا نرجع، بيسوي لنا واحد اليوم بيسوي لنا واحد. صح، وفي تعليق ثاني قال فايز هذا الزعيم اللي انت قاتلت حق الزعيم الاول، في اكثر من زعيم باللعبه. انا عارف ان في اكثر من زعيم لكن ما توقعت انه قوي. ما توقعت انه مره قوي. اعطني هذه، لا انا معي مسدس، لا خلنا نستخدم هذه. يحترق صح؟ المفروض يحترق بخروف بسرعه يموت. موت حلو. احنا نحتاج كم؟ 10 من الصوف. خلنا نشوف كم معنا الحين عشان بسوي لي سرير. انا ما ابغى استخدم السرير هذا حق هذا، لاني افكر اسوي مدينه كبيره هنا، بتكون مدينه ان شاء الله كبيره باذن الله، بنحاول. طيب اوكي انا حاطهم هنا صح، ثم نحتاج 2 زياده. ونحتاج شو اسمه الخشب صح، الخشب هذا ما ينفع. لحظه كيف كنت يا كذا شفت؟ اوكي أنا محتاجة. طيب خلونا وش رايكم نروح كهف اليوم او نروح نبحث عن ودي اطبخ. كيف اطبخ؟ باخذ هذول بشوف كيف اطبخ. معي فلوس، معي هذه حقت المارشل، يا هنا النباتات انا حاطهم صح، يا حط النباتات كلها هنا، محتاج حاليا النباتات. طيب كده تمام، بس بحط لا البوشن مفروض استخدمتهم على الوحش. فلوس انا حطيتهم هنا صح، يا حلو 83 مره قليل. طيب خلونا نطبخ، بشوف كيف اطبخ، بجرب نطبخ. مفروض نمدينا نطبخ هنا. حلو نسيت الخشب، خلونا ناخذ خشب بسرعه، ودي اكبر المزرعه. الخشب أطنا هذا 20 توقع كافية. يا بروح اليوم كهف وبنشوف. حط هذه هنا. يمدي شفت، يا شفت يسويهم كلهم بسرعة. وهذه شفت يسويهم كلهم. حلو. معنا أكل، معنا رصاص، هذا ما استفدنا منه شيء. لا عطني الخشب خلاص عشان ما يحترق كله. طيب بنحط الاشياء هذه الحين هنا، بنحط مثلا الخشب، حط هذه برضه ما احتاجها، حط هذه هنا مو مشكلة. شيء ثاني، معنا تورش، معنا اكل، ومعنا كل شيء. يا نبي نروح، احنا استكشفنا الماب صح، يا في مناطق ما استكشفناهم، ما ادري كيف احصل الخشب هذاك، يمكن نزرعه ما ادري. بروح بسرعة كهف اليوم وإن شاء الله نحصل معادن، نبغى معادن أكثر. خلنا ننزل. حلو. أوه في سرير هنا، مفروض أخذت هذا. بصراحة. أبسوي رسبون هنا. عشان إذا مت أرسب هنا. طيب خلونا نستكشف، نمشي مع الطريق اللي رحنا معه. أعطني البو. أوهوهو. حلو. اخر مكان وصلنا له انا بنكمل من عنده. اوكي تصويب مره خرافي. هل طريقي صح تحت ولا اروح من، لا بروح من، في شيء تحت هنا بروح من ورا. خل نروح من ورا، مدين يكسر هنا. تعال اوكي، ممكن تموت اخيرا. كابل تول، كذا فايز اكسر مني اسرع لك. لا
لا بروح من ورا. اوكي في واحد جاء عندنا، هذا حديد صح؟ معايا يس، يبي اسوي الحديد. هل هذا حديد؟ يس، في وحده هنا محتاج، احتاج كميات كبيره، احتاج كميات كبيره. خلينا نكمل. اوه صح، اخر مره ذبحنا مصين دماء كانوا مره صعبين. اوكي تعال، انت ترمي وانا ارمي، مين اقوى؟ وين راح؟ مات صح؟ حلو، يبغالي هلث. خلنا ناكل تفاحة، اذا صار الاكل فل بيزيد الهلث، اذا صار مو فل ما راح يزيد الهلث. لتني ما فتحت عنه. طيب هل يبدينا نسكر عليهم؟ احتاج جدار، في جدار هنا باخذه وبسكر عليهم، ما ابغى يطلعون. في جدار هنا خلنا ناخذه. حلو، ما ادري كم واحد احتاج، لكن ابغى اخذ هذول كفايه. تعال حطهم هنا. حلو، ونبي نسكر عليهم بسرعه، ما ابغى يطلعون. في زومبينا رصبا. ارشر بعد صح؟ يا لازم نذبحه. يخرب بيتك. طيب ان شاء الله يبدي يسكر عليه بسرعه. لا تطلع، روح ورا، قلت لا تطلع. اوكي اللعب مره بطيء، هذا اللي يقهر بصراحه، يا تبدي يصير اسرع من كذا. خلنا ناكل. لا اكل. الو الله، ما فل الاكل. طيب حاول اسكر بسرعه. يس حبسناهم، ممتاز. هذا كان بيطلع لاني ما احتاجهم حاليا، فهنا امن انهم ما يطلعون. لحظه ليش كسرت من، انزل تحت ان شاء الله ما في طريق تحت. اكسر هنا. هنا لا، انا ما ابغى اروح هنا. ناخذ السهم، يا خلهم هنا محبوسين، هذا مره صعب. يمدينا نسوي دروع، فانا احتاج حديد عشان اسوي دروع اكثر. لا تطيح، بروح تحت. يا هنا في طريق، اشوف وش الطريق هذا. حلو في طريق هنا. لحظه اختصار ار صح؟ يس. اوكي في زومبي، بيتك البو مرة بطيء. اوكي الطار هنا، في زومبي هنا. لا صدق، تعال يا كذا اسرع، كذا اسرع. هذا كوبلن، تعال الثاني. حلو فلوس و شفت في، شفتكم الى هنا. تعال خفاش صح او ماوس؟ يس كذا اسرع. حط هنا، او في منطقه هنا، هذا حديد صح؟ خلينا نجمع الحديد اللي هنا. اوكي الزعيم ما مات، اللي ايش اسمه اللي قتلنا اخر الحلقه اللي راحت، فيمدينا نروح نجيبه، بس نحتاج اداه، فلازم نستكشف ثاني مرة عشان نجيبه. اوه ماي جاد زحمة زومبي، اكره الارشر. حلو الارشر مرة يبس، مرة يقهر بصراحة. تعال هنا، اول ما تجي بامصدك. حلو عشان يعطوك فلوس. هذا هنا في شيء، صندوق هذا. حلو فلوس، وهذا فلوس. لا ما ابغى افتح هذا، بحط ار يعني، ما ابغى شيء افتح هذا. طيب بجمع الحديد اللي هنا، ما اتوقع في شيء فوق. طيب انا بديت اجوع، خلنا ناكل.
حلو، فبروح تحت نشوف في زومبي هنا. اوه حلو، مديني احط خلف الجدار. اوكي هذول ما اقدر عليهم ان شاء الله. فوق، انا ما ادري فوق في شيء ولا لا. خلونا نشوف فوق، ان فتحنا الطريق فخلونا نشوف. بس لا تموت. لا هنا ما في شيء، في حديد هنا، كان في طريق هنا صح. فايز لا تضغط، اي لا تضغط. اوكي هاي لازم نرجع ناخذ اغراض اللي هنا. يخرب بيتكم، انا وين؟ الو، هنا. ليش ما رسبنوني تحت؟ ما راح انام، فبنزل على طول. المفروض رسبنوني تحت. اوكي حلو، ما في زومبي، بس في العنكبوت هذا. تعال خذهم. حلو، طيب خلونا نكمل. المكان هنا مرة كبير، فأكيد في كم زومبي. إذا ما في آرشر وضعنا تمام. أوكي حلو، في بوشن. طيب نروح تحت. أوكي هذا مرة سهلين. مشكلة الارشر. حلو في مكان. اوه ماي جاد الفلوس. اوكي اوكي حبة 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 حبة. لا لا لازم ارجع. لازم نرجع. اوه ماي جاد، لازم ارجع بسرعة 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 بسرعة. اي لو احفر من هنا اسرع صح؟ لا لا احفر. ما توقعت بصراحة العنكبوت نهائيا فجأة طلعت لي. طيب يمدينا عليها، شفتها ضعيفة بس يمدينا نمشي عليها. احفر 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 بسرعة هنا. لو رايح فايز منك اسرع لك. لا بحفر هنا عشان مستقبل. اوه في طريق يعني هنا ثاني. تعال تعال، انت كريه، انت اكره شيء. تناكل هذه. اوكي حلو، في طريق هنا. اوكي هذا في طريق جديد، بس احنا لازم نروح تحت. طيب خلنا نفتح طريق من هنا، هذا راح اجيب بعد شوي، بس لازم نروح ناخذ اغراضنا اللي تحت ونذبح العنكبوت. اوكي انزل من هنا بس لا تدمج. اوكي بحاول استخدم منها، بستخدم عليها هذا مسدس. وين راحت؟ هذا عشها. اوكي حلو. اوه ماي جاد، تعال انت. اوكي 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 يا اخي بطيء اللاعب، يبغى لنا شيء نخليه يصير سريع. خلنا ناخذ الغراض اللي هنا. تعال حلو. طيب ها هذه فلوس صح؟ يس. انتم مره سهلين. احس في عنكبوت ثانيه، ما ادري ليش بس احس في ثانيه، مستحيل بس وحده. خلنا نحط شمعه هنا. اوكي فلوس مره كثيره، الفلوس مره خرافيه هنا. اوكي اخذنا حقه النينجا. تعال انت اكرهك. حلو من خسارة استخدمن عليك، بس يلا بليز ما فيه عنكبوت ثانيه. اوكي ان شاء الله ما فيه. اوكي في اشياء هنا كثيره. كيف الهيلث حقنا؟
تمام اوكي في ثانيه شفتها تعال اوكي معناته في اكثر من وحده. طيب ممكن تتلف عندنا بوشه صح؟ يس حلو. عشان نستخدم ثاني مره نحتاج تقريبا 30 ثانيه. طيب اللعبه بدات تصير صعبه بس مره عجبتني. كم معنا فلوس؟ 190 اوكي حلو. ليش حسيت ان اكثر؟ اوه معنا 700 اه ما يتراكمن. اوكي معنا 900 وشو يا توقعت ان كذا اني قلت اخذت اكثر انا. اوكي المنطقه ذي كلها عناكب فايش بسوي؟ بطلع فوق تعال بشوف المكان اللي فوق وبعدين ننزل عند هذه اللي في مكان فوق شفناه. بس هذه بدري عليها بدري. اخذنا فلوس تمام. انا نروح فوق شفت في منطقه يا المنطقه هذه انا بشوفها خلنا نكسرها. لا 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 حط وش هنا. اوكي هل في شيء هنا ولا لا؟ اوكي في شيء تحت هنا خلنا نشوف. اوكي في صندوق فلوس ونحاس تورتش كامبينج. اوكي ما ادري شو هذا كرافتنج ماتيريالز. اوكي حطني كل شيء هنا ما في شيء. يمديني اخذ صندوق صح؟ يس اوكي ما في شيء ثاني هنا. طيب بشوف في شيء الجهه هذه ولا لا. طيب حط هذه هنا. اوكي في طريق. لا لا ابى احط تورش. تعالوا يبغى اغير الزر حق التورش. موت موت حلو. اوكي كان هذا زومبي ولا بشر؟ يخرب بيتك ما شفتك. لا 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 اي تعال 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 حلو. اوكي ما راح اهلث يمدينا ان شاء الله. اوه هذا تعال تعال من زمان عنك تعال 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 الحين يمدينا. في واحد راح. اوه شت اوه شت بنموت 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 قبل موت. بدي اعلن. اوه اذا متنا تروحين كل الفلوس. يا لازم لازم نرجع بسرعه. لازم نرجع بسرعه. ارجع ارجع. انا ما ادري ليش ما يرسبني هنا. باخذ هذا معي اذا بغيت اطلع. طريقنا وين؟ صدق يمديك تحفر من هنا. لو حفرت من هنا اسرع بس بروح بمشي من هنا مو مشكله. يعني قاهرني انه مره بطيء الشخصيه. جيت اسرع من كذا. اتوقع فيه قدرات بعدين تخليها اسرع. اوكي كنا متنا فوق على علامه الاكس من الارشر الكلب تاع. اوكي خلنا ناخذ اغراضنا بسرعه. اذكر 900 معنا صح؟ اوكي اوكي لا تموت لا تموت. طيب هل الطريق امن؟ يا معنا زياده اعطني البوشن. هل لو احط اختصار هنا يمديني اضغط بسرعه؟ بجرب. حلو. اتحط هنا تورج.
اوكي اللعبه مره خرافيه من جد مره خرافيه تحسسك ماينكرافت. اوه شت هذا نفس السكلتون اللي ماينكرافت اللي يطلق. اوكي هذا خفاش انت ضعيف اذا ما فايز بتموت. استخدم البوشن يخرب بيتك ما يمدي استخدمه ليش. اوكي بنحاول ننسحب بسرعة انسحاب تكتيكي. اوه في البياع هنا. ايش عندك؟ هذا بتجرب السلاح بس لا تروح لا تروح روح نجيب فلوسنا لا تروح بليز. الا تيمدي يسكن عندنا انزل بسرعة. انا متنوين هنا يا بكسر طريق من هنا صح بيطول لكن بكسره من هنا. طيب بصراحة ما توقعت انه بسرعة زي كذا. اخذنا فلوسنا اهم شيء يس. طيب ودي استكشف لكن بنطلع خلاص 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 باخذ السرير اللي هنا ونرجع له ثاني مرة. تعال كذا ياخذ هذا تعال اطلع ان شاء الله البيع ما راح. البيع هنا حط هنا شمعة حط هنا شمعة. طيب يا البيع موجود حط هنا شمعة تعال وشوف وش تشري من عندنا. خلنا نشوف وش اشتري. كرافت متأخذ اوكي حلو. طيب تعال نبغى هذا هذا سلاح ثمانمية مرة غالي ينو تعال بجربه. اوكي معنا 400 ممتاز يمدينا نجيب فلوس بسهولة بس بشوف السلاح شلون. اطلق معي ناس تساعدني يب مرة خرافي. افضل سلاح. طيب خلونا نجي هنا وبننزل اغراض عشان ما نموت. لا لا بنزل فلوسنا هنا. يا هذه مدينة الحين نستدعيه بس ما راح استدعيه طلع لنا ثنتين. نزل هذا يا نزل معادن ما ادري وين حطيته. حط هذا هنا حط المعادن ايرون بنصهره. اوكي خلونا نقاتل الزعيم الحين. هذه بحطه حطه بدل البوشن حاليا هنا لاني بحط لي سرير هنا. ايوه هذا سريرنا عشان نصبر فيه. هذا مره بطل حط البوشن هنا حط الصندوق يا حطه هنا. طيب انا معي بذور ما ادري ليش معي بذور لكن معي بذور حط هذه هنا. اوكي طيب بصر المعادن هنا بالصهر حط ظن كلهم هنا ممتاز. نحتاج خشب حط النحاس يا صرا بروتن ايرون تولز هذا منكسر مو مشكلة. طيب نحتاج خشب الخشب عندي هنا خلنا ناخذ 19 كلي نزله هنا ما نحتاج حاليا كلي. نزل هذا حق نزل هذا ياتني مديني بيحهم هذول هذا يحطه هنا. طيب البداية صار لا يحتاج خشب نحط له الخشب. اوكي الحين بدأ يصهر. اوكي الحين يمدينا هل استدعيه؟ لا ناكل افكر استدعيه لان معي هذول اسطوريين مفروض اسطوري مو يجيبون فيني العيد. خلينا نحط السلاح هذا حطه هنا. اوكي معاي بوشن كم عندي بوشن؟
الهيلث معي هذول، معي اثنين فايرز والبروشن. اوكي نستخدم هذا حق السبيد، ليش لا؟ اوكي يلا نبي نحاول قاتله. مكان حطيت سرير جاي نام هذا فيه ليش؟ لا ما ابغى عشان هذا سريري. ست سبون اوكي ويك اب حلو. طيب خلونا نطلع ونستدعي اخر مره متنا هنا وان شاء الله يمدينا عليه. مره يخوف هذا يمشي معاه. طيب تعال حطه هنا. مستعدين؟ مستعدين. كيف استخدم البوشن؟ اوكي استخدمنا صح؟ يس. الحين تعال انزلوا 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 هجموا عليه. يا ريت من السريعين بس واحد اللي هجم معي. اوكي هو مرة ضعيف. يخرب بيته يخرب بيته يخرب بيته. ممكن تدافع انت معي تدافع. اوكي نحتاج نهلث صح؟ خلص هذا. فايز هلث. اتوقع تساعدني. اوكي الحركة هذه مرة تخوف. اوه شت بينزل هنا. هلث هلث. الو بهلث. ممكن تكفون بهلث. كم باقي ثواني. حلو هلثنا خلاص اخر هلث عندنا. دمه قليل بس نحتاج نكون مركزين. في واحد مات. I don't care بس احنا ما نموت. اوكي الحركة الغثيثة هذه. نو شوفوا هلثه. بليز ما راح. بليز يخرب بيته راح. مرة صعب. شوف هو مو صعب بصراحة. هو بصراحة مو صعب بس شو اسمه الهيلث اللي معنا مرة قليل. طيب هذا نفس السيف اللي عندي صح؟ لو سوي ايرون هذا يعطي دمج 18 12. يا بسوي او شيء. بو حلو لحظة انت كم سويت؟ يخرب بيته ليش سوى كثير؟ ليش سوى كثير؟ او لا مو سوى كثير. توقعت سوى كثير لك هذا الرصاص اللي عندي. لحظة بس ليش؟ مستهلك الموارد اللي عندي كلها صح؟ لحظة ماني فاهم. هذا رجعه. هذا الرصاص اللي عندي صح؟ 194. خلينا نجرب ان شاء الله ان الرصاص اللي عندي اقصد. يا رصاص حلو بس ليش استخدم كل الموارد اللي هنا؟ شيء غريب شيء عجيب عجاب. طيب هذا بحاول قاتلة مرة. معنا ثانية حنا صح؟ من راحت؟ متنا حنا فطاحت أغراضك. يا معنا ثانية بس ما يستدين نستخدمها إلا بالليل. نحتاج بوشن. نحتاج بوشن. كيف نسوي بوشن؟ شيل هذا فوق. 10. كيف نسوي بوشن؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه. طاقة كرافتنج. نوب نوب نوب
طيب هذا لازم نذبحه، هذا الزعيم الأول يعتبر، فلازم لازم نذبحه. هل في أحد يبيع هنا بوشن شيء من؟ أو في واحد مات هنا. 20-17 شكرا على السيف. شكرا شكرا. كلهم ماتوا صح؟ كل اللي عندنا هنا ما باقي بس هذا في لحم هنا. يا البوشن مرة صعب. البوشن لوكال كويست تب كرافتن بوشنز. اوكي قلت تلقاها بالصناديق وتلقاها بطاولة الكيميكال او الكيميائية. طيب الطاولة هذه هل يمديني اسويها؟ مي عندي هنا، هل هي داخل؟ هذه هي صح؟ بسوي وحدة. اوكي خلنا نشوف هذه. لا بحطها هنا. اوكي نامي هذه حق الطاولة. هذه حق طيب وين هي؟ No. Chemical. فين طاولة الكيميائية؟ اوكي ما ادري بصراحة. بس دقيقة احنا عندنا شيء هنا. هذه حقت الفارم لاند. هنا يمدينا نسوي المزرعة. اوكي بس الطاولة الحين ما حصلتها. كيف نجيب الطاولة الكيميائية؟ الطاولة الكيميائية ما ادري كيف اجيبها. طيب خلينا نجرب هذه. حطها هنا. يا كذا يمدينا نكبر المزرعة. اوكي اوكي اوكي. تحتاج شو تحتاج؟ خشب. فيمدينا نسوي 4. بكبرها ورا. اوكي حط هذه هنا. يا بكبرها هنا. طيب هذا الفارمر صح؟ ممكن تزرع. ما باخذ شيء ما باخذ شيء. خلهم معك. طيب انا انتظر الليل. هذا عنده مهمة. لحظة انت مين اصلا؟ لحظة بلاك سميث. هذا اللي مات. يعني كل ما مات لازم اعطيه فلوس. علشان كذا لازم اسكر عليهم. لازم اسكر عليهم. يعني لازم اسكر عليهم. حط هنا سور. من جد لازم. طيب هذا لازم نخليه ينضم عندنا بلاك سميث يساعدنا في كل شيء. كان يدافع معنا. جيب فلوس شوي. كم يحتاج هو؟ تعال يا انضم انضم. بستبر لك مكان. عطنا الفلوس حطهم هنا. فلوس لازم احطهم هنا عشان اذا مت ما يروحن. كل ما مت يطيحن. طيب جلي معناته نبي نقاتل. عطني هذه يمكن قوية نستخدمها. هل نحن مستعدون؟ نو. لكن نبي نقاتل. اوكي بوشن ما عندي. البوشن مشكلة. معي سيف اقو. هذا ما فادني. مش كمان بدك تطلع على واحد بس. توقعت اقوي السلاح اخر شيء بس واحد يطلع. طيب اذا ما اتوقع. قلت يمكن اذا رسبناه بيصير هلثه نازل. بس ما اتوقع. خلينا نجرب. مش احنا خسرانين. بس بخليه بعيد شوي عشان ما يموتون هذول بعد وندفع فلوس. صح؟ فكرة ممتازة.
بس نفس الشيء ودي نخليه يساعدوني. أوه يطلق سهم حلو. أذبح أذبح ما راح أذبح أنا. يا هذول يساعدوني. فوش سوي بخليه يطلع هنا تعال. يب الثفل. مفروض البو حقنا أقوى. أخذت ضربة أخذت ضربة خايسة. دقيقة دقيقة. استخدم هذا. هذا مات صح؟ رح رح ساعدني. رح قاتل سرعة. يا أخي قاعد أخذ ضربات مرة تقهر. بليز اذبحوه بليز. اطلع انت اطلع راح اذبح. اوكي هذول مين؟ هذول الناس جدد. مين هذول؟ فايز شتت. شفت في ناس جدد تساعدني. مين هذول؟ واي قاعد مره صعب مره يقهر مره صعب. لو عندي بوشن كان صار سهل. ولو عندي دروع فايز هو دروع ما يمدي ما معي ايرون كفايه. طيب السلاح هذا مره رهيب. اوه في واحد يب مات. خوينا مات الحين لازم يجي عشان ندفع له 200 عشان ما يموت عشان ينضم عندنا. نفس الدمج هذا قوي بس ليت اكثر من واحد. طيب ابني الحلقه هنا. انا عارف ان الحلقه ما استفدنا منها شيء لكن عرفنا صار انضم معنا شخص جديد المساعد الخرافي هذا. نحط شبعات مرة ضعيفة. فإذا عندكم اقتراحات اكتبوها لي تحت وإن شاء الله شوفوا حلقات جاية. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرة اسطوري هذا بنزل معي بالكهف.